تفتح الشباك او في حارة بتقدر تقريبا تمد ايدك وتسلم على اللي واقف في مقابل شباكك في شباك تاني في الحارة ده. هي الامور الناس كلها كتلة واحدة، الناس كلها سمعة اسرار بعض وعارفة خباياهم وعارفة قصصهم وعارفة مشاكلها، ولكن كلهم متعاطفين مع بعض. تجربة الكتكات كانت بالنسبة لي تجربة شاقة جدا، لاني حاولت كأي حد جديد بيحلم انه يعمل صورة مختلفة ان اعمل شكل للإضاءة يناسب الزمن بتاع احداث الفيلم، وزمن احداث الفيلم كانت الإضاءات في الحواري ما بتبقاش الإضاءة الحديثة اللي موجودة حاليا، كانت بتبقى لمض الجاز ومسارج الزيت واشياء شبيهة. عشان اوصل لده في التوقيت ده اضطريت ان اعمل تجربة اني استعمل المعدات المتاحة ووصل ليها كم من التيار يعادل نصف المطلوب، فكانت بتدي اللون والشكل والطعم بتاعة الاضاءات اللي انا بحلم انها تبقى اضاءات الفيلم. هو اولا انه الناس تعرف ان في ديكور في الفيلم دي تبقى مصيبة كبيرة يعني. فشل لمهندس الديكور. ده حقيقي يعني، المفروض ما يتعرفش ان ده ديكور وده ال قصة الديكور. كانت 5 سنين أستاذ داود كان بيدور على منتج ورافضين إنه يعمل ديكور لغاية ما جه الأستاذ حسين القلة وقرر يعمل الفيلم. هو بيتكلم عن العجز، الشخصيات اللي بتفور ضد عجزها أو بتتحدى العجز بتاعها. الأعمى بيتحدى عجزه فبيسوق موتوسيكل، مش عارف يعني، كل واحد دايما يتحدى. فواحنا بنتناقش انا الفكره دي جات لي، فانا بشكل عشوائي كده قلت طيب ما انا احط اله اورغون اللي هي زي ما الاستاذ محمود بيقول، اله يعني ليها صوت عميق وقوي وبتاع اروقه يعني فاخره او ليها مش فاخره يعني ليها رهبه